عن القضية الفلسطينية والتحركات المصرية اللي بتقوم بيها طبعا القيادة السياسية في الفترة الأخيرة، ودورها الكبير في وقف إطلاق النار وفي إحداث التهدئة، واستمرارا لهذا الدور والبناء عليه أنه لا تعاد الكرة مرة تانية ويحصل تثبيت لهذه التهدئة، ويحصل بقى الملفات العالقة اللي لها علاقة بالجرحى والمصابين وتبادل الأسرى، كمان أنه ما يحصلش استفزاز من الجانب الإسرائيلي، الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. أمور كلها بيتم التأكيد عليها النهاردة من خلال الزيارة المهمة للوفد الأمني المصري بترأسه طبعا سيادة الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللي زي ما تابعنا من امبارح لنهاردة لقاءات متعددة مع الجانب الفلسطيني من ناحية، لقاءه مع الرئيس الفلسطيني، مع الجانب الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. النهاردة بقى بنتكلم في لقاءات تانية في صلب الموضوع لها علاقة بالداخل الفلسطيني، إن يكون في صوت واحد يكلمه العالم، يكلمه تكلمه إسرائيل لإحداث العملية السياسية الشاملة وإيجاد هذا الحل اللي هي بتكلم على المصالحة الفلسطينية. وده المعنى اللي أكد عليه سيادة الرئيس النهاردة ورسالته اللي حملها لرئيس جهاز المخابرات في لقائه مع القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة، في مقدمتها بالتأكيد حركة حماس، إنه لازم يكون في قيادة وطنية ولازم توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير. ده نص مقاله الرئيس، وقال إن مصر بتقوم بجهد كبير لتثبيت التهدئة والعودة للعملية السياسية فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، اللي هنا بقى الناحية الإنسانية، وطبعا احنا شفنا المبادرة المصرية، لكن كمان الرئيس بيتكلم على القوى الإقليمية والقوى الدولية المدعوة إنها تشارك في عملية إعادة الإعمار، والمدعوة أيضا في إنها تنخرط في العملية السياسية اللي بنكلم حضراتكم عنها. بيشرفنا النهاردة في الحياة اليوم عشان نتحدث عن هذا الملف وعن التفاصيل والتحركات اللي بتقوم بها الدولة المصرية دكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وفي انتظار كمان انضمام دكتور جهاد الحرازيم القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية جامعة القدس. لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بدكتور صبحي. مساء الخير يا دكتور. شرفنا ونورنا. أهلا وسهلا. يعني تطورات متسارعة الحقيقة، لأي مدى حضرتك شايف هذه التطورات مهمة في هذا التوقيت؟ لأن كان البعض يقولك دي لحظة مهمة لازم نبني عليها وما تفلتش من بين إيدينا، الداخل الفلسطيني وكمان استثمار موقف المجتمع الدولي. طبعا أستاذ لبنى، إحنا إذا واحدة من اللحظات المهمة والمؤكد هتساعدنا في البناء عليها، ودي لحظة يجب استثمارها، والواضح تماما من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القيادة المصرية وكل المتابعين لهذا الملف في كل الأجهزة المعنية إنه هذه اللحظة لابد أن نستثمرها. هذه اللحظة بدأت منذ بدء التصعيد، مش بعد التصعيد ولا بعد وقف إطلاق النار. الرؤية والمقاربة المصرية كانت واضحة جدا إنه هذه المرة لن نكتفي بموضوع وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار وبعض الاتفاقات الجزئية ما بين الجانبين. مصر منذ اليوم الأول وهي تطرح المقاربة الشاملة إن احنا عشان نحل هذا الموضوع ونضمن ألا يتكرر هذا الذي يحدث الآن، لابد إن احنا نتعامل مع القضية الفلسطينية تعاملا مختلفا عن العشر سنين اللي فاتوا، اللي هي شهدت أهم تجمد لموضوع المفاوضات سواء خلال الست سنين تحديدا من 2014 أو أنا بقول خلال العقد الأخير أو في ظل بنيامين نتنياهو. الموضوع توقف تماما. طبعا زاد الطينة بلة في هذا الموضوع وصول الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، اللي كان عنده مقاربة مختلفة إلى حد كبير عن المقاربة المصرية وعن المقاربة العربية والفلسطينية، وتأزمت القضية الفلسطينية وصلت إلى ما وصلت إليه، وده مجال تاني نتكلم فيه. مع الإدارة الأمريكية الجديدة بدأ إنه في هناك يمكن حلحلة، يعني في ضوء كده زي ما بيقولوا في نهاية النفق، إنه في شبه توافق على موضوع إنه الحل الأساسي هو حل الدولتين. أما وإنه حصل الانفجار، هذا الانفجار كانت الإدارة الأمريكية مترددة في الانشغال بالشرق الأوسط، تيجي الشرق الأوسط، الشرق الأوسط مش على الأجندة قوي دلوقتي. القضية الفلسطينية وهذا التصعيد فتح الشرق الأوسط على مصراعيه، وكان لازم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية. مصر قادت هذا التحرك تماما، ونتيجة لنجاح هذه الجهود هو ده اللي خلى الولايات المتحدة الأمريكية تبقى داعمة بشكل واضح وأساسي لكل الجهود المصرية، وحصل الاتصالين اللي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جو بايدن، علشان كله تقريبا اصطف خلف القيادة المصرية. وعشان كده الرئيس النهاردة مثلا بيتكلم ان احنا ندعو العالم كله لمساندة جهود الإعمار اللي برضو بدأتها مصر. ودي برضو جهد أو طريقة مختلفة. إذا حضرتك بتبصي على الجولات الثلاثة من الحروب قبل كده هتلاقي لا، إحنا إزاء تحرك مختلف. هذا هو التحرك الأول الفعلي للدولة المصرية في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا في 2014 كان لسه الدولة المصرية في 2014 بقى الرئيس السيسي كان مستلم لسه القيادة خمس ست شهور،
شهرين ثلاثة كل الموضوع، فكانتش لسه الدولة المصرية مهيئة للعب هذا الدور. تمام. إنما مع التنامي اللي حصل في دور مصر واستعادتها لدورها الإقليمي، دي أول أزمة كبيرة في الشرق الأوسط متعلقة بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي. فإذا بينا بنلاقي تصور مختلف، هذا التصور مبني على ايه؟ على رؤيه الرئيس اللي طرحها من اول يوم. والحقيقه كان محل اشاده يعني سواء من الاداره الامريكيه او كتير من الاتصالات ومواقف دوليه سمنت هذا الدور وقالت نبني عليه بالفعل واحنا معاك. ده صحيح، لان زي ما بقول لحضرتك الرئيس من اليوم الاول بيطرح وبيقول للناس في كل المنتديات من اول يوم من 2014 حتى هذه اللحظه، الرئيس بياكد انه لا استقرار في هذه المنطقه بينما القضيه الفلسطينيه على حالها. لازم نحل القضيه الفلسطينيه. طبعا تعرقل الموضوع وتعقد مع الرئيس دونالد ترامب، انما فضلت الجهود المصريه متواصله على الملف اللي حضرتك اشرت ليه الثاني اللي هو ملف المصالحة الفلسطينية. إنما كانت المقاربة أن القضية دي مش لازم هتقعد كده خالص. ومع تنامي بقى الدور المصري اللي هو مع أول قضية، يعني مثلا لما تشوف القضية اللي بيعملنا فيها إيه، تشوف القضية السورية بنعمل فيها إيه، كل القضايا اللي بقت موجودة بيتدخل فيها الدور المصري دلوقتي، لا في طرق أخرى للحل، وتقدر تفرض إيقاعك في القضية الليبية. فرض الإيقاع المصري تماما رغم كل التحديات وكل المصاعب، احنا واصلين للنقطة اللي بتأكد الرؤية المصرية اللي طرحها الرئيس أيضا من أول يوم اللي هي التسوية السياسية، لا حل غير الحل السياسي للأزمة الليبية، وقد كان واحنا ماشيين في حتى هذه اللحظة. أيضا على القضية الفلسطينية بنقول نفس الكلام، لا حل غير عملية السلام بناء على المرجعيات الدولية كلها وقرارات الأمم المتحدة وموضوع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 67. ما فيش حل غير كده، وبناء عليه مصر اشتغلت على هذا الموضوع. وصلنا للحظة اللي أنا بقول عليها دلوقتي أنضجت كل الأطراف، إن الطرفين دلوقتي إحنا إذا لحظة من مصلحة كل الأطراف في الإقليم، نتكلم على مصر، نتكلم على الإمارات، عن الأردن، عن السعودية، عن فلسطين نفسها، عن كل الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في شبه توافق على هذه الرؤية. وبناء عليه حين تقدمت مصر للقيادة اصطف الجميع خلفها، سواء في الجانب العربي أو في الجانب الدولي، في الاتحاد الأوروبي، في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الجميع له مصلحة في تسوية هذا الأمر بشكل ما. ما نطمح إليه الآن وكل الجولات المكوكية اللي حضرتك أشرت إليها اللي بيقودها الوزير عباس كامل واللي بيقودها معالي وزير الخارجية، سواء في استقبال الوزير الخارجية الإسرائيلي أو في كل التحركات اللي عملها سواء في الأردن أو في رام الله أو في غزة، هدفها الأساسي إن احنا نلم كل هذه الأطراف عشان نحشد للمهمة الأهم والمهمة الأصعب، اللي هو إن احنا نروح لمرحلة إعادة الطرفين إلى جولة جادة من المفاوضات.